في الزاوية البعيدة، بعيدة على أرسطوس، صعبة على أرسطوس. مباراة ولدت كبيرة، ولدت مثيرة، مباراة خطيرة، تحمل معايير مثالية، تحمل معايير جمالية كبيرة. وبالفعل كرة القدم في البوسنة أصبحت كبيرة كبيرة كبيرة. سيميوميتش لعب كوتشو يلعب هناك في الصين، يهدره لكنه جول 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 جول. فيناد لاعب شتوتغارت يسجل الهدف الثاني لمصلحة البوسنة. متابعة، أي جنون في عالم المستديرة! هكذا الرغبة الجامحة، هكذا حب الوطن، حب الانتصار، حب الوصول للأمجاد. ركلة جزاء تعاد من أرسطوس، وصدة كانت موجودة لكنها متابعة 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 تأتي من هذا اللاعب. اللاعب يأتي براسية وثاني الأهداف بنفس الصورة، بنفس الطريقة، بنفس السيناريو. يا له من هدف! لاعب مانشستر سيتي ولاعب منتخب البوسنة براسية. كبير يا ديزيكو، كبير 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 ومثير أيضا بخروج. هو من سجل الآن اللاعب الذي أشرك في الشوط الثاني.